السلام عليكم ومرحبا بكم معنا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنشارك معكم صلصة البشاميل، طريقة سهلة وسريعة التحضير. بقوا معنا حتى الآخر فيديو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غنضيف 50 غرام الزبدة، نخليها تسخن، وفي نفس الوقت غندير نص سيترو الحليب يسخن، وعندي هنا 50 غرام الطحين. انا كنستعمل القمح الكامل، انتم تقدروا ديروا العادي. غنضيف رشة الملح مع الحليب، ونضيف نص معلقة صغيرة دالكوزة، نخلطهم مزيان. غنضيف الحليب مع الطحين والزبدة، نحركهم مزيان كما كتشوفوا. كما كتشوفوا ها هي صلصة البشاميل اصبحت جاهزة. هي البشاميل وجدات. هاد صلصة البشاميل تقدروا تستعملوها مع اي حاجة وجربوها راه غتعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، وإلى ما كنتوش مشتركين اشتركوا في القناة ديالنا باش يوصلكم كل جديد، وبارتجوا الفيديو مع الاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا على المتابعة، والى الفيديو القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.